قريب يخلع حنكك كده داي معجي صحتين ابن اخي حمدي شفته شي؟ لك شبه عم دور عليه حمدي ضايع شكري ما يرايق لك بنوبها مرق من هون من ناحيتك شي ولا لا؟ لا ما مرق ابو الشام ما مرق معناتها بتنام على السيره وما بتفتح تمك بنوبة بتفهم؟ امرك ابو الشام هو سلام الزوف لك اهلين بالقبضاي يسرك الزوف عود ابو الشام عود خليني شربك احلى كاسه شاي لا شايته للقبضاي خليها على حسابنا اليوم شو تفضلت خالي لك عنا ديني وجايين نرد لك ياها شو رايكم انا مسامحكم بالديني شنو الدين كبيره وما رح تقدروا تسدوها اتجاهل على روحك وقول له عبيد حاسبك بكل شيء كسره هو وجماعته ايه فضل صار معي طول ابو الشام مره ثانيه لما تسال حدا عني بدك كاني تبعت لي خبر لهون لنص حافدي وانا بجي لعندك بعز النهار بس انه بدي ابو الشام ترمين من هون الزوق لك اهلين ابو الشكر اهلين باحلى بضاي بحارتنا والله على راسي يا ابو العز بس تعرف ما اشتفى قلبي من الزعلان اجوا لعنا اليوم على الحاره لك لانك زقرتي وقبضاي يروح الله محيي البطن اللي حملها لك الله يعزك يا عزوه تعرف انا صحيح صويت ومطربجي وحلاق بس وقت القنب القنا ما بتعرفني مين انا كفو شكركار كفو شفتك بعيني ما حدا قال لي بس تعرف وقع هذا الكرسي مع هذا الازعار زعلت عليه كثير فداك شكر فداك كرسي وميه بس تعرف شو بدي منك؟ لعيونك، أنا اللي جاي إلك بدي أحلقلك خمس مرات على حسابي إيه لا وحياة عينتينك تنتين أنا اللي بدي طعميك عشر مرات فول ببلاش على حسابي يبلاني بتكسير إيدي التنتين خير لك شكري خير يعني بتنكسر إيدي لو كسر لي كرسيين كنا أمنا عشرين فطور ولا لك يا ريتني مكسر الطاولات والكراسي كلها كنا همنا حالنا فول لسنة لقدام بركي كنت بلبسطن لك عيونك الجوز عزو شكر عيونه قرأيته نضع الباب يلا قوام شو اخي بين حمدي ما بين شو عامل انت بالساحة لك اخي ما في شي صغيرة اخي عركة صغيرة هلا صغيرة انا بعتك تدور لي على ابني لما تعمل عركات خلص اخي قلنا لك صغيرة هلا المهم شو صار مع حمدي بين ولا ما بين لا والله لهلا ما بين لا لقيناه عند بيت حماه ولا حدا شافه من اساس ولا قوة الا بالله انا مو قارئ انه شالشني الا الدم اللي شفناه توكل على الله اخي وكل الله ان شاء الله بيلتقى ان شاء الله نمشي لكان نسكر المحل ومنروح مندور عليه اخي انا بنروح انا ورشيد بنسكره روح انت على بيتك بركض الرجاء ماشي لا تاخروا هيك لك فكرة يا معك يلا عم يلا رشيدو خلينا نمسح الدمات ونخبي المقص بكره بنفتح مثل الصلاه على النبي وبندور عليه ايش كان ما لقيناه العشيه بعد بكره بنخبر الدرك طيب شو بدنا نقول للدرك رجال ضايع شو بعرفني بركض ماسكينه بركض عامل له شي شغله مساء الخير مساء النور الله يعطيكم العافيه الله يعافيك شو ليش هلا فاتحين خير في شي لا والله ما في شيء بس كنا هيك عم نضب كم غرض وبعدين بنسكر ماشي ماشي الله يعطيكم العافية شو ها؟ منين هالدم؟ هذا شو جابوا على مقص؟ غريبة وما حدا منكم مجروح؟ معناته اكيد صاير شيء بدكم تفهموه هلا بدي افهم لوقت هالحكي يا ابو حمدي لا مو وقته طيب يعني لازم تروح تدور عليه هون الله يخليك ايه تحت امرك هلا بطلع على الحاره وبصرخ بنادي يا مين شاف لي شابين كل واحد قد الحيط بدي على قامتي على هالبلوه والله ما كان ناقصنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. عمل شو البطل اللي مرتنا عامل غيرك رشيد؟ شو عرفني؟ هلا نحن شو بنساوي شو بنساوي يعني؟ بدنا نتدبل على بعضنا مثل السعديين، نحط البطانية علينا وننام مثل الشباب الطيب. ايه وبعدين؟ بعدين بيجي ابوك بكره الصبح بيطالعنا. ايوه ايوه والله ابي شو بدي اقول له؟ شو بدي اقول له لمين؟ شلون يعني لمين؟ شو بدي اقول له مشان نمقصه الدم؟ والله معك شو بعرفني؟ المهم يكون حمدي بخير مو صاير له شيء. نام 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 هلا الف حلاق بكره نام. معلش لا لا تعال لك تعرف شلون قد ماما؟ تعال يلا الزعيم هون حسان؟ رئيس المغفر أبو صبري بده اياه ضروري. خير شو بده فيه؟ تيسير ورشيد عنا بالمغفر أبو صبري عم يقول إنه الموضوع خطير كتير كتير. شو عم تحكي أنت؟ مثل ما عم قلنا. نمر نمر بوشك لعند اخي ابو حمدي. روح رجع على شغلنا. ابني رشيد مو مبين، شفت لي لك اخي؟ لك هي سعدي عم بيقول انه تيسير ورشيد عندهم بالمغفر وقال عاملين شغله كبيره. يا رقي حسن شوفي ايه سيدي من اولها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك شو هي اللي من اولها؟ بدكم تحكوا لي كيف صارت الجريمه وبالتفصيل. جريمة؟ أبو صبري أنت بتعرف إحنا أولاد مين ما هيك؟ بعرف بس مو ضروري الولد يطلع مثل أبوه، وفي كتير عملوا شرايين هن أولاد عالم وناس. إيه بس نحن مو من هدين. كنت بتعرف هذا الحكي؟ اسمعوا لكم أنا بالقانون ما بفرق بين أخي وبين عوضة واحد بيجي لعندي، الكل عندي متهمين لحتى تبين الحقيقة. ارفعوا لك رجلين لشوف. لا بعد هاد ما بتمد إيدك علينا وفي نفس عم يطلع وينزل. بس قد ما بدك حتى تعرف القاتل، رشيد انك من ايدك علينا. هذا الشيء ما بصير الا على جسدي وانا ابو الشام ابن الطاهرة. والله يا زعيم هذا الشيء اللي شفته بعيني وواجبي حقي. يا ابو صبري وقت اللي بشوف شغلك وبتعمل واجبك كنا بنشد على يدك. وانت ما بترد لي الضرر زعيم، والشيء اللي شفته انه في حدا مضروب بالمقص ودمه سال على الطاوله. مزبوط. من شان هيك لازم حقي. ابو حمدي قل له اللي صار. اللي صار انه ابني حمدي الله يخليه لك اللي بيشتغل معي بالمحل وهو عم يقص التوب للزبونه بيظهر المقص غدر له ايده شوي قام نزل دم، ونحن على اللوشه والعكره نسينا نقيم المقص ونمسح الدمات. معناته خلصت. ابو حمدي جيب الشباب وتعال. السلام عليكم. وعليكم السلام والكرام. خير اطلع مع ابوك. اسمح لنا بالشباب من بعد امرك. على عيني. يا اسعد معقول الشيء اللي صار؟ يا حضرة الضابط روقي صلي على النبي، اللي بدك اياه بيصير. اللهم صلي على النبي. لك انا ما فتشت البضاعة لانه بعرف شو انتم وشو سمعتكم، قسما بالله من خير فيكم. خير اهلين بالجيش العربي. شو طالع خلقه؟ خير ان شاء الله. روق ابو الذهب لا تاخذني بالهيلمة، هل بيحب الجيش العربي ما بيغشه ابدا. لا يا جناب الضابط ما كنت ابو الذهب ما بيغش ابدا. لا شوف كيس القمح اللي عم تنبر من عندكم ولا لا؟ مالو كيسك؟ هذا اللي كان مدحوش بالبضاعة اللي أخذناها بالطلبية. شو؟ مضبوط يا بي، كيس من عنا وفي قمح مسويس. شو رأيك يا عنا؟ ما عندي شي يقوله. الكيس كيسك. وهيك حالة شو بتعملوا؟ هاي الشغلة بحياتها ما صارت قبل. نحن ما عندنا ولا حبة مسوسة بكل الغلال الموجودة. بس ما تصدقني فوت فتش هون كيس كيس. عمي نحن مندافع عن سمعتنا بالتجارة مثل ما مندافع عن عرضنا. شو بدنا نسوي؟ اللي صار صار. هيك شغلة يا ابو الذهب بتسوي سمعتك وبتسوي سمعتي كمان وبتضرني. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. حق علينا واللي بدك اياه عمله ونحن جاهزين تحت امرك. ولا يهمك بتلونا هالكيس هلا وانا راح احكي مع القياده وقول لهم انه هذا الكيس اجى بالغلط. كثر خيرك يا ابني. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. سالم مين اللي جهز هي الطلبيه؟
ظافر. ايوه ظافر. يا عيني اما شغل كله تمام، انت ما بتعرف وانت ما شفتهم وانت ما عندك علم بشي. العمى ايش وانا عندي تيوس؟ طول بالك يا بي، انا ما بستلم بضاعة. ولك انت لا بتستلم ولا بتسلم ولا في حدا بيسلم من لسانك ومن رسالتك. شو عم يصير يا بي؟ شو عم يصير يا جماعة؟ هلا كل ما بدها تصير غلطة ولا مشكلة هون بالبايكة كنت تنزقوها برقبتي. شو قصدك ظافر؟ والله سأل حالك عساس انت متعلم وفهمان وبتقرا وبتكتب. ايه وشو خصات بيا؟ لا شو خصات بيا؟ ولك خراس انت ويا تضرب منك الو الو الو. خرسنا ها؟ ما خرسنا عطول هيك. اسمع انت ويا هلا بدكم تفهموني كيس القمح المعفن منين اجا؟ والا قسما عظما بحط رجلي بظهركم وبزتكم برات البايكه وما بتعرف عليكم وبخليكم تدفعوا حقه من جيوبكم، فهمتوا؟ وانا شو دخلني زعيم؟ شغلتي طالع ونزل اللي بيقولوا لي عليه. لك روح عمي انت، روح شغلك، شو وقفك معناه؟ خلاص ولا امرك يا ابي. انا اللي بقول مين بيروح ومين لا، فهمت؟ امرك. روحوا توضوا. ما في داعي زعيم، هذا الكيس يلي رجعه الدعاس واخذ بداني. ابو الدعاس الطنبرجي؟ ايه زعيم، الدعاس الطنبرجي. ولما رجع الكيس ما شفتوا شو في بقلبه؟ ما سالتوه ليش رجعه؟ المعلم ظافر بس يجي جماعه ابو الدعاس ما بيخلي حدا يقرشه. لا موشي يا بي نلو بالبوت خير عليك. صادي حركة انا بتجرى وبتنساها، عم تفهم امرك؟ واذا بيضرب ابو دعاس بالخناقه اللي صارت علي من الدين اللي لفقوا تحت الزبل مثل ما بدك. وهذا يا بي بتفهموا للدواب الثانيين بالألم نشرح هيك خلص أم كأنه ما صار شيء. شلون كأنه ما صار شيء؟ هو صار لك صار ولا طاروا، بس أنا اللي بقلكم إمتى وشلون وعلى خاطرتي. فهمان اسمع أبو دعاس، سألكم شيء وين كنتوا مبارك؟ لا ما صار، ما سأل حدا من الدواب الثاني ذنوب؟ لا بس قال له هذا إيه اشتغل منيح، يا أما بحط لك جدار وبجررك شيء طنبوك. إيوه إلا والله وكتير عليكم ما شاء الله، أساميكم بتشاهد واحد يفتح جبهة على العريض. أبو الموت وأبو كسار وأبو ضراب السخنة اللي ياخدكم. يا سيدي معكم أحسن من اللي عم تعتبوا من إلي من الشيء. على أساس هو أحسن مو رجع من الحارة وجلال على ظهره؟ هذا اللي صار. لك سالم، لك أنت رجل كرسي بالبايكة يا بي. ظافر ما بيحب حدا يتدخل بشغله ولسانه طويل. لك انا مو قلت لك تقلي كل شيء؟ مو قلت لك حط عينك عليه؟ العم العم رح يجنني هالولد، بده يموتني. لك ابن ابو الذهب عم يمشي مع هذا الاسعار ابو دعاس. والله العظيم اذا بسمع انه واحد من رجاله او من جماعته لابو دعاس فات على البايكه ليكون اخر يوم لك بالبيت وبالبايكه يا ظافر. دخيلك يا مرت عمي، دخيلك تهدي لعمي، انا كثير خايفه. خلص صبريني خلص، انتي طلعي على غرفتك قوام ونحن بنحل الموضوع. يلا قوام عمله كتر. ولا يهمك يا بي، ظافر ما بيرد لك كلمه. روق وارتاح. بلا اي يا بي، الله يوفقك. تروق جيب لك المصحف تقرا فيه. لك شبك انت وياها بتتغمزوا. شو في؟ ما في شيء يا بي، ما في شيء. كانه الجماعه له الراي تاني بهجوازه ابن عمي. نحن اليوم رحنا زرناهم، لك حتى البنت ما طلعت سلمت علينا وتحججوا انه هي ببيت جدة. لا وغير هيك ما بعتوا لها خبر لتجي. ايوه معناتها في انا وميت انا، وانا بلشت انقز من القصة وبدي اخصمها. خلاص ابني ولا يهمك، ما بيصير الا اللي بخاطرك. وينك؟ بكرة بتبعتي لهم خبر مخصوم وانا بشوفه للزعيم ابو داغر وبنهي الموضوع بيناتنا. خلصنا. والله لا يوفقنا هالكبش اللي عندي. شو عمل يا زعيم؟ بركب لهم قعد؟ لك ابدعاس الله لا يوفقك، كنت حتخرب بيتي وبيت ابي. الله يسامحك، زرعها بهالشوارع. بعدين اللي راح اعمل لك اياه بحارة القناية راح يخليك تسامحني على اللي عملوه هالدواب. بس بدي ايدك معي، لانه ايد وحده ما بتسفه.
هات لشو وحده وحده. اول وحده يا ظافر افندي، اذا حدا قرب على نسايبه وقف معه لما لا باطل باطل يا ابو دعاس. اها معناته اذا ابوك ناسب ابو داغي بده يدافع عنه شو ما صار. تذكر حكايه الطنابي والمانع عمي، معنى اي جوازه ما لازم تتم وكل هالمخمخه ما بتزبط. والله هي صعبه. مو صعبه عليك زعيم. طيب والثانيه؟ والثانيه بتجي بعد الاولانيه. شنو اذا فكست الجوازه تفقص الصحبه، ساعتها خود الزعامه من الشوارع. بس كتير هيك يا ابو دعاس. لا يا ابو دياب، مو كتير على الزعامه. بعدين بكره لما بتصير زعيم على الحارات كلها بتاخذ القرش عشرة. بس بدي مثل ما قلت لك تعلق بين ابو الذهب وابو داغي، بدي تحمى بيناتهم. مو على عيني يا ابو دياب، خدها من هالشوارب ولا تقول رخصت. شريف اي والله ما نعدمهم. السلام عليكم. الله معك. ابو دياب امور اخي. لك مو انت قلت لي حلفت يمين انه تبت عن عمايلك القديمه؟ الله وكيلك تبت. شو عم بيساوي عندك هاد وشو عطيته؟ كان بده منا شويه مصاري، اعطيته اياهم اجار الطنابه. طنابه ماشي،